بسم الله الشفا والكمال هو عندك. ترونت سيكون الحيان ولا من قلها لا تشكالة كلها بلا منستيز. Ça doit être réglementé. Ça ne peut pas se faire par n'importe qui. هما يستغلوا هذاك الضعف النفسي تاع الانسان. يا نوقفوا عن مسؤوليته، كيفوهم انهم مسؤولون. بصح راهم يهمتان الصيدله والطب في نفس الوقت. اصبح تجاره رابحه ومهنه من لا مهنه له. سوبوزون ما تفيدش، مي ما فيهاش دي في سكوندار ما تضرش. ما كانش ترخيص من وزارة الصحة، يعني ما كانش اعتراف بالطب البديل وما كانش حظر. إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. قبل ظهور أبجديات الطب الحديث كان التداوي بالأعشاب الطبيعية أو ما عرف فيما بعد بأحد فروع الطب البديل هو السبيل الوحيد للإنسان في الحفاظ على صحته. C'est vrai que dans le temps, à l'époque, hein, nos ancêtres, يعني جدودنا, bon, malheureusement, il y avait pas les moyens à l'époque. Donc, mais ils étaient prudents quand même. Ils ont essayé d'aider les gens qui souffraient et tout ça avec des plantes directement. طب البديل هذا بالشطر الكبير اللي هو الطب بالأعشاب التقليدية والأعشاب التقليدية هي أساس ما نسميه بالفارماكولوجية. كل الصيدلة طالعة من الأعشاب، هذا لا يختلف عليه اثنين. هذا الطب البديل اللي هو مجموعة من العلوم مثل التداوي بالنباتات، التداوي بالحجامة، التداوي بالزيوت العطرية، يعني هنا يلتجئوا له ويعني ونشروا هذا العلم. لكن وبعد التطور الكبير الذي طرأ في العقدين الأخيرين على هذا المجال، أظهر الطب الحديث نجاعته من خلال التجارب والدراسات العلمية في جميع التخصصات. وبالتوازي مع هذا التطور الحاصل، ظهرت في الآونة الأخيرة محلات تختص ببيع الأعشاب الطبية، أضحى عددها يعرف منحاً تصاعدياً يكاد ينافس الصيدليات خصوصاً في كبرى الأحياء الشعبية. الأعشاب من بكري اكزيستيو، يعني كاينين موجودين وراهم موجودين في جامع القطر الوطني، يعني لكن لازم يعرفوا لي ليميت تاعهم، يعني ما لازمش يدخلوا في التطبيب يعني الحاجه اللي ما يعرفوهاش، خاطر كاين الناس تشوفوا يعني اللي راهم يتحصلوا على البكالوريا، نخبه الجزائريين اللي يتحصلوا على البكالوريا هما اللي راهم يديروا الطب ويديروا صيدله ويديروا. كيفاش انت انسان عادي بسيط اذا تروح توصل تولي تبيع في الاعشاب وتقول باللي كونكو هذه مليحه وهذه ماشي مليحه وهذه تداوي وهذه ما تداويش، ولا يعني سي 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 ما العقل ما يتقبلهاش. يعني بعد يعني الثوره الصناعيه والنهضه الاوروبيه جات المواد الكيماويه وانتشرت انتشار يعني عظيم وما نكروش يعني الفعاليه تاعها. كنا رماركي سي ماغازان كي نو سيس دو بروليفيري اي مالوروزمون اي سون تران اي نو ريسبكت اوكون لوا الوغ كو لا فيتوثيرابي دايور لا نوفيل لوا سانيتير اون الجيري ستيبول كو لا فيتوثيرابي توا اتر دو دومين دو روسور دو فارماسيان. حنا الواقع انه خاصه في السنوات الاخيره ولات هذه الظاهره ولا هذا النشاط ولا منتشر بكثره، وحتى الاقبال تاع الناس يعني كاين اقبال كبير تاع الناس اللي يقصدوا التداوي بالاعشاب الطبيعيه والخلطات الطبيعيه هذه. انتشرت بقوه، يعني ماشي واحد ولا زوج، كاينين بزاف، ومام الشعب يعني مازالوا كاين نوايا يروحوا يشروا لهم، يحكموا شويه سطر، ينسى الطبيب اللي يقرا طول حياته هو يقرا، يبيع له الاعشاب ويجبد له كارني ويبدا يفلسف له، هذه مليحه للاستومو، هذه مليحه للوجع، هذه اللي مليحه للاعصاب. بل تعدى الامر ذلك الى درجه ان اصبح اصحابها يمارسون مهنة التداوي بمواد طبيعية ويقومون بفحوصات شفوية للمرضى على مستوى تلك المحلات،
Ces herboristes, ils pensent, enfin, ils leur disent que nos produits traitent tout. Il y a un HB ou un ensemble, un cocktail de plantes, d'herbes. Il vous dit, c'est le rhumatisme, le cancer, les hémorroïdes. C'est un peu bizarre. Mais quand on va de la perspective des gens, أو الفئة هذه اللي تمارس هذا النشاط نلقاهم باعة عاديين عندهم يعني يمارسوا بنشاط عن طريق سجلات تجارية بمحلات ما يعرف عنها بمحلات العطارة والأعشاب والناس هذه الفئة هذه التجار يعني ما همش ناس مكونين ولا عندهم شهادات علمية ولا ناس مختصين في مجال الطب يعني وراهم يبيعوا للناس في الأدوية ويقدموا للناس يعني اللي تحوس على العلاج بهذه الأدوية يعني هاد الناس اللي راهم يبيعوا بطريقه يعني نقدروا نقولوا بطريقه فوضويه لانه هاد الناس ما عندهمش يعني شهادات علميه ولا اغلبيه فيهم يعني ما نقولوش كامل مي كاين الاغلبيه فيهم اي دوك ولات الطب البديل دوك بالاعشاب والناس بزاف لك شغل يروحوا للطبه ما ينفعهمش التداوي الشيمي كما يقولوا يجوا لهنا الاعشاب يشرو علينا كما نقولوا العشبه ما تضرش ما قدرت تفيد ما تضرش ما فيهاش ديزي في سكوندار جو دير ما ديرلكش مرض واحد اخر عشبه ناتورال. في احدى معارض الحرف التقليديه وجدنا عمي مسعود وهو مختص في البحث عن الاعشاب الطبيه وتجفيفها وتصنيفها ثم يستخلص خلطات يقدمها لمرضاه. البذور هذه تاع البسباس زريعه البسباس زرعة البسباس هذه نعطوها حتى للوليدات الصغيرين، ولاد صغير خلق جديد، خلق عنده نهار، عند الرضاعة عنده نهار، هذا نقولوا له خلطوا له البسباس وحبة حلاوة، وعنده نهار كعبة واحدة حلبة معه، ويبدا يومين زوج كعبات أشهر 30، هذايا النعناع البري، هذايا لهنا نتاع الكحة، أنا بالدب هذا نعالجوا به الروماتيز ونعالجوا به حتى الصرع مفاجي في المعدة في الأمعاء. يقول أن زوجته كانت أولى المرضى الذين عولجوا على يديه منذ ولوجه في مجال التداوي بالأعشاب. أنا أول ما عالجت عالجت زوجتي هي الأولى، عالجت زوجتي ب82 هي الأولى عاد باش خرجت للميدان هذا، وأي حاجة نجربها اي حاجه يا ما نجربها في انا ولا في جوزتي ولا في ولادي مش كي نهضر الانسان خشمه مرفوع. كاين عشبه واحده في القبائل نشقاو عليها، عشبه وتنبت غير في القبائل نشقاو عليها. واش هي؟ نشقاو عليها هذه والان دروك مازلنا ما عثرناش عليها، مدرحيه هذه عيطوا لها مدرحيه هذه ويعطونا ان العلماء يقول لك تخضب عليها النماله تحضب عليها النملة، الظلك مازلنا ما عثرناش عليها، وكاين عشبة أخرى يعني هذه ترد النجم ونقول لك حتى الكونسير تخدمه وحتى المرضى الخبيث الأخر الإيدز تخدمه. يقول عمي مسعود أنه أعطى وصفة طبيعية للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي تعافى بسبب تلك الخلطة حسبه. بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد أن باستطاعته علاج الرئيس بوتفليقة دون حاجته للعلاج في الخارج. يعني كي نسمع بواحد مريض على سبيل المثال كما الرئيس شيراك تكلم عليه بوتفليقة في باتنا في أول خرجة تاعه في السلم والمصالحة الوطنية وطلب يا ربي باش يشفيه ربي من المرض اللي صابه في عينيه. أنا رسلته قلت له اسمعنا من رئيس الجمهورية تفضلك وش الدير ومدة 15 يوم ولا كذا أنا بانتظارك ورجع لي مرتين أرجع لي مرتين نعم الرئيس في ذاته المرة الأولى كلف رئيس الديوان قال له شكر للسيد هذا ويقول لي تبعت نصيحتك ونجحت والمرة الثانية يقول لي نتمنى لك النجاح في البروجي تاعك أنت الحنين والحنان مثلك لأني أنا قلت له نعالجك بدون مقابل وبرهنت لهم اللي هي الدولة عالجوا رئيس احنا مواطن جزائري عالج رئيس وقال لي يا عمي مسعود أنت راك قدمت وصفتك لشراك قلت له راح تستني على بوتفليقة قال لي نعم هي راح نسك على بوتفليقة قلت له بوتفليقة والله العظيم ربي غير عمل العملية بلاش خص الروح وبلاش احنا ولاده قادرين نعطوه شيء اللي يمسح له هاك المرض هذاك قادرين نعطوه شيء يمسح ليه شيء هذاك ونابت عنا في بلادنا بكثرة هذه نقولوا لا نقولوا ان احنا كسرت الحجر عنا تاع التل هذا للبروستات وللمثانة البولية وللكلاوي هذا كل ينفحن والعشبة تنفع منه حتى مثلا البولية حتى المجرى البولي يعني
العشبة تنفع في كل شيء. هذه عشبة كسرت الحجر تاع الدل والخلنج وحتى السمنة، إزالت السمنة ثانا عالجو بي ثانا إزالت السمنة حسب العلماء، على حسب العلماء ولا حسب المجلدات اللي راي عنا، على حسب العلماء ولا أنا ما بدعتش على الأعشاب هذه. هايوة يعني نشوفوا مثلا احنا نتبعوا نروحوا أكثر من هذا، نروحوا مثلا الخنجلان، نشوفوا الخنجلان أول من زرعوا في أوروبا هم العرب 1500 سنة قبل الميلاد. إيه نكون مساحة خاصة بالطب البديل ونكون فيها أطباء ومخابر ورديوات، الطبيب ما عليه اللي يشخص لي المرض برك، الطبيب يشخص لي المرض برك سوى تحاليل ولا راديو. وأنا قلت له ما عطونيش جناح في المستشفى كيما هكا سيدي ونمشي معاكم بالرأي هذا، الطبيب يشخص لي المرض برك وحاضر أنا نعالج بدون مقابل. نرجعوا للشهادة لأن عندك ما عندناش معاهد، انا التكوين تاعي درت التكوين تاعي عند الدكتور هاشمي في بليده في الشفه يعني جنب الشهايد، يعني انا عمي تحصلت على الشهاده نتاع الحجامه بتقدير جيد وتحصلت على الاعشاب في المستوى الاول. انا ما قلتهمش قروني، قلت لهم راني جاي ندير الامتحان، ما تقروني جاي ندير الامتحان. طلبت من السلطات قلت لهم اذا كان تحبوا تعطوني مكاني اعطوني جناح في المستشفى، وكل مريض اعطوني كل حال اعطوني منها مريض ونعالجهم بدون مقابل، واذا كان جاب ليهم ربي الشفاء في اي نتائج في اقرب وقت اعطوني مكاني، وكان ما جابش ليهم ربي مثلا الشفاء وظهرت الحاله كذا اسيدي نغلق معاش نرجع للجانب هذا نهائي. وبالرغم من الشعبية التي يحظى بها هذا النوع من الطب والإقبال المتزايد للجزائريين عليه خصوصا بعد تفاقم مخاطر تعاطي الأدوية الكيميائية واكتساب الطب البديل صفة أكثر جدوى في معالجة الأمراض الخطيرة كالسرطان والسكري. هذه مهنة فيها بعض الأسرار، كاين بعض المعالجين يعني عندهم خبره، عندهم قدرات يعني بفضل الله وباذن الله، يعني بعض الامراض اللي كانت تقريبا يعني شويه صعيبه هم يعالجوها بعض المعالجين النباتيين او اللي ما يمارسوا الطب البديل. ومازال كاين الناس اللي ما يعرفوش هكذا اعشاب، مي راهم يجوا يدوا علينا ويخرجوا عليهم كيما دواء السكر، دواء ما بيش أنا طنسيون، وما نبيعوش غير الدواء وين عاملك وياح شركات كبار نخدموا مع تاع سوريا مصر، عندنا الزيوتي تاع مصر، دواء تاع مصر سوريا مم باكستان لي بوماد الاخرين تايلاند. الا ان عددا كبيرا من اطباء الاعشاب يمارسون نشاطهم من دون ترخيص او اعتماد قانوني من طرف وزاره الصحه، الامر الذي يضع صحه المواطن على المحك. هذه المهنه راهي ليك يعني من هب ودب راه يديرها، نورمالمون كاين قانون اللي يحمي ويردع، يحمي المواطن ويحمي المعالج ويردع المتطفلين. وزاره التجاره يعني تعتبر كنشاط تجاري عادي لانه عنده كما يقولوا بالفرنسيه عنده ان كود سبيسيال يسميه العطاره. ونحكي لك يعني الظاهر، انا شخصيا صارت لي عندنا مريض تداوى عند واحد من الاعشاب اعطى واحد النبته، ثم في الليل اخذ الى المستشفى. كما جاني الابن تاعو الصباح قلت على بالك باباك عنده هذاك المرض ممنوع ياخذ النبته هذه. احنا في يعني في الفورماسيون تاعنا درسنا النباتات سكون ابي لا فارماكونيوزي، يعني عندنا بعض المعلومات نعرفوكم، عندنا مينيمو دو كونيسونس، ما نجرؤوش نفوتوا الحدود الحمراء، عندنا حدود ما نقدروش نفوتوا. اما فيما يخص الجانب المنظومه الصحيه، حنا نشوف بلي وزاره الصحه ما اعترفتش اصلا ب ولا مازال ما اعترفتش بالطب البديل يعني كمهنه معترف بها. هذا الامر هذا يا عشبه هي امر طبي، نبتة طبية أمر طبي، ما وزارة التجارة تدي غير الضرائب فقط،
اما وزاره الصحه هي اللي نورمالمون اللي تهتم بهذا الميدان. دونك صحه المواطن وراه دونتو يعني في هذه المجموعه هذه صحه المواطن، شكون اللي راهو الاخر؟ كاين وزاره الصحه هي اللي هي اللي مسؤوله على صحه المواطنين في الجزائر، ما كانش واحد اخرين. يعني انا نظن يعني الاخر يعني لا كاين ان اغريمون يتمد من عند الاخر، لازم يبدا من عند وزاره الصحه باش يشوفوا لي كاليفيكاسيون تاع الانسان هذاك اللي يقدر يبيع، وكذلك الرخصه تاع القائمه تاع الادويه اللي لازم تتباع، تاع النباتات اللي لازم تتباع. بصح ماشي وزاره الصحه، وزاره التجاره تمد يعني ريجيست دو كوميرس يعني سجل تجاري هكذاك. من الجانب القانوني يتفادى المشرع الجزائري إقرار أي مادة خاصة بطب الأعشاب، رغم اعتراف منظمة الصحة العالمية به منذ العام 93-900 ألف. المفروض يعني يكون يا إما يكون حظر أو ترخيص. ترخيص يعني بشروط وبهيكلة وبتنظيم وبقوانين، لأنه تترتب على تترتب مسؤوليات، وهذا هو يعني الشيء اللي نقولوا يخلينا نقولوا بلي هناك فراغ قانوني، ويعني لا يجب على السلطات المختصه يعني تتدخل وتنظم هذه المهنه اذا كان معترفه بها وتعترف بنجاعه والنتائج يعني المرجوه من هذا الطب البديل، ولا تمنعها وتحضرها كما في الدول اللي منعت هذا الطب. من هذا المنطلق احنا نقولوا بانه المشرع الجزائري ربما تغاضى او تفادى يعني اقرار اي مادة أو نصوص قانونية تنظم هذه المهنة. يعني من الجزائر لم تعترف بهذه بالطب البديل، يعني ما دخلتوش في المنظومة الصحية، وفي نفس الوقت ما كانش منع. الأستاذ لحسن بوجناح حائز على شهادات دولية ومختص في العلاج الطبيعي، يمارس هو وأطباء آخرين هذه المهنة اليوم وسط مخاوف من التقليد الذي وقع فيه دخلاء هذه المهنة وما له من خطر كبير على صحة المواطن. يقول فيه ناس متطفرين على المهن هذه، المهن اللي هي في الحقيقة تزيد إضافة كبيرة، قيمة إضافية كبيرة للصحة، إذا بس تحطت في سياق اللي الروافد نتاعها يخدموا الصالح العام تاع الصحة في البلد. الطب البديل لازم لزوم. الآن أنا وصلنا البلد يعني سبحان الله فايتة 40 مليون نسمة، فيه ناس يعني ما يقدرون كما نقول احنا يتداوم عن الطريقة الرسمية بطريقة أخرى بصفة أخرى، يلجأون عن ثقافة أو عن غير ثقافة أو عن جهل إلى ما نسميه بالطب البديل، وهنا الخسارة نتاعهم أكثر ربما من ربحهم. الناس اللي هم مشرفين على الوزارة ومشرفين على الصحة في البلد لازم يعني يفكروا، هذا رأيي الخاص، يفكروا باش يديروا إدماج لهذا الروافد اللي تخدم الصحة، ولكن شرط أنه يقنوها، شرط أنه يسحبوها من الأيدي المتطفلة عليها إلى الأيدي الآمنة. موجودين أيدي آمنة، موجودين ناس عندهم أيدي الآمنة، في عشابين في عطارين في الجزائر اللي عندهم مستوى راقي جدا، فيه منهم دكاترة، منهم خارجين من الجامعة الجزائرية ويروحون لعند العطارين في خارج البلد. أنا نعرف واحد على سبيل المثال ومعروف حدا على المستوى الإعلامي، والدكتور محمودي. دكتور محمودي يمشي دورتين وقيل ولا ثلاثة في السنة، يروح لمصر باش يبقى على أعلى طراز من التكوين ومن الفعالية في الميدان. تعتبر الأسواق الأسبوعية المكان المناسب لدخلاء مهنة الطب البديل في ممارسة نشاطهم. بميكروفوناتهم وصوتهم الذي يجذب مسامعك من بعيد، يعالج هؤلاء مرضاهم وكلهم ثقة فيما يقدمونه من وصفات. بوحلام شاوي مقايس بالفريز كان حاجة. هذا واش تيدير بوحلام؟ بوحلام اليوم راهم هنا يا راهم الجمهور قالوا له تبارك الله، قلتوها ولا ما قلتوها؟ خويا واش تيدير؟ يجيب الذروه
من بوشار من العبادلة من القناتسة من دبدابة واش نديرو بها نعالجو بها هاتوا لكن ما نقلع هاتوا بسم بسم اش درنا قرامك 5 دقائق 10 ربع ساعة بحيث وطوا لا حاجة مليحة ولا ماشي مليحة كاين حاجة يخلق في اليد في الرجل هو أصعبها في الرجل على حسن يعود حتى الصباط ما يدكش يلبسه حتى يمشي يدار عليه عملية زوج خطرات ثلاثة ويعاود يرجع كما بحال السجرة نزبروها تزيد دخله نقطعوها تزيد دخله أنا نقلعوه يخرج وحده لا إله إلا الله محمد الرسول هذا ذروة تاع المهد هاوك أخوي بسم الله الشفاء والكمال هو عند الله شحال ساعة زوج ثلاثة ربعة غدوة سمانة جاية ترجع تلقى بلاصة فارغة كل روح ما نوليش الله كونها تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية إضافة إلى أن منتجاتهم بعيدة كل البعد عن رقابة المخابر ودراسات المعاهد المؤهلة في هذا المجال من جهة وغياب رقابة الدولة والقانون عليهم من جهة أخرى كان عندي 8 سنين هنا في البلاصة هذه ونخدم الكاشتي كاشتي حاجة شبه فيها لادات بلاغريمو ديالها بريجست كوميرس ديالي والناس يروحوا ويعودوا يولوا هذه تاع توارك خلطة توارك مساج عندك هذه كمان لاغريب لاغريب مسيني فيك 30 سيكوند يتحل ما قالش ربع ساعة نص ساعة 20 دقيقة 30 سيكوند كيما شقيقة تاع الراس حاجة ما شاء الله والناس داوها وجربوها وكل سمانة يجيو لعندي لهنا عندنا سيواك ثاني مبيض الأسنان السوسن نحيها في البلاصة نخدم مع الناس نخدم بالتليفون نخدم بلا كوموند يعرفوني قاعدتك ميمبورت واحد تقصي تقولي له إلا ديتي لا جربته لا يقول لك أعشاب حاجة مليحة احنا مولينا كانوا يداووا بالأعشاب بكري هذه ما كاش حاجة إنسان يهرب منها ولا ماشي كيما الشيميك دوكا دوكا كاين غير الشيميك المواطن تراه ملتفا حول تلك الوصفات السحرية لكن رأيه فيها كان متفاوتا يقول ما نمنش بهم هذو مالي داو تاع الأعشاب خطرة نحكي لكم حكاية كانوا سنية كحولة قال لي نعطيك واحد البرودوي نديرو لك في فمك هكذا يقولوا بيوضة درتو نيك خور الزلطة عليك نيك نحا كاع فمي أختي أقسم بالله أنا هذو ما نمنش بهم كاين طبيب تحبوا تروحوا للطبيب كاين طبيب علاش قراوا الطب اخو علاش كاين فارماسي انا علاش كاين دواء انا هذا نامن به لا اله الا الله محمد رسول الله بالدواء هذا بوم انا مانيش بهذايا نامن بالدواء هذا سييت عنده قبل ما ندي ورانا نجول السوق اللي هنايا كل جمعه نروح لتيج لابين نلقاه نروح للسواق يعني نروح بارتون سيبو كاينين دي كاينين دي جون صح تشوف فيه خطره زوج ما زيدش تشوف فيه بصح كيما هذا انا راني مده 4 سنين 5 سنين ملي نعرفه والحاجه اللي نديها عليه نستفاد بها انا عندي سطر هنا ضربت لي باري ما كانش شربت الدواء ما كانش جبت الاخر الدواء تاع الاعشاب تاع الاخر شمو تاع اللي بيعوه في السوق نديرو نبرا نورمال جي بريفير نروح عند الميدسان سي نورمال بصح كاين دي كا وين ما لازمش نروح عند الميدسان نقدر نروح نستعمل الطب البديل خاطر كي نقولوا الصح الطب هذا الحديث هذا معتمد على الطب البديل على اعتبار انه اصبح تجاره رابحه ومهنه من لا مهنه له وانطلاقا من الاقبال الكبير للمواطن على اقتناء وصفات الطب البديل بالرغم من التطورات العلميه التي طرات في العقدين الاخيرين على الطب الحديث إلا أن أسئلة كثيرة تبقى مطروحة حول حقائق وخفايا الطب الذي تعددت وصفاته واختلفت استعمالاته بلغة الأرقام وفي ظل غياب بيانات رسمية حول عدد المشتغلين بحقل طب الأعشاب تبقى صعوبة تحديد الرقعة الحقيقية لصناعة التداوي بالأعشاب غامضة كون السلطات الجزائرية لا تعترف بالعلاج الطبيعي في منظومتها الصحية لازم تكون مخابر يعني خاصة تقوم بفحص هذه الأدوية والتأكد من مطابقتها وهذا يعني تماشيا مع قانون حماية المستهلك وقمع الغش لو تؤسس جمعية هي اللي تهتم بتكوين هذول المهنيين الدولة يعني تكون قائمة وصهرة على صحة المستهلك المواطن بهذه الجمعية يعني هي اللي تعطي لاغريمو وهي اللي تعاقب يعني بالقانون على كل حال il faut vraiment réglementer ce marché il faudrait laisser les spécialistes faire ce travail, s'occuper de ce domaine de la phytothérapie, ou alors créer une formation pour les herboristes. لازم يعني نخصو نكونوا ناس أخصائيين في هذا المجال عندهم شهادات علمية
ويعني اكاديميين يعرفوا واش حب يقول هذه الادويه والمحتويات نتاعها ويعرفوا جسم الانسان لانه هذا علم قائم بذاته. وتبعا لهذا التجاهل تدور هذه الصناعة بالكامل في فلك لا تنظيم والعشوائية من جهة والاجتهادات فردية غير مدروسة لبعض أطباء هذا المجال من جهة أخرى. مطلب من وزارة الصحة ووزارة التجارة يتفهموا الوضع ويعرفوا بلي صحة المواطن في خطر بالنسبة لهذه الظاهرة هذه. روحوا للطبيب سيميو كاين سبيطارات، يا اللي مرض كاين سبيطار صح ولا لا؟